سماسم موجودة، أرجوك تسامحني، قولي الحقيقة، هي فين؟ ولما هي موجودة ما جاتش معاك ليه؟ عيانة؟ أروح لها؟ خدني معاك أبوس إيدك. اهدي أمال عشان نقدر نفهموكي. خلاص هادا هادا، مش هتكلم خالص أهو. الست والدتك موجودة وبخير. أقول ماما عايشة السنين دي كلها، ازاي تسيبني ده كله؟ افرض ان هي مشيت غضبانه من المرحوم بابا، انا ذنبي ايه؟ ما تتصلش بيا ليه؟ وبعدين بقى، ما هو بالطريقه دي مش هنقدر نفهمه. خلاص خلاص مش هتكلم اهو، والله العظيم ما هتكلم. ما اصل العباره ان الست والدتك ما نزلتش علينا اول ما سابتكم، فضلت واخده في وشها وماشيه زي ما حكت لنا بعد كده، على اساس انها هتمشي شويه ولما تروح هترجع لكم. بس ربنا كان مقدر حاجة تانية، خبطتها عربية ونقلوها المستشفى عدم المؤاخذة فاقدة الذاكرة، ولما طابت معرفتش تروح فين ولا هي مين ولا مين أهلها. عطف عليها ناس طيبين وخدوها عندهم، قعدت عندهم كتير يجي 7 سنين، ولما أراد ربنا إنها تفتكر ما افتكرتش غير عشتها في اسكندرية. وفي يوم من الأيام من حوالي 2 شهر بصينا لقيناها قدامنا، ما صدقناش عنينا. أنت سماسم؟ أيوة سماسم. قلنا بس نجري نجيبولها بنتها. قالت بنت مين؟ ما هاني بنقولولك إنها ما افتكرتش كل حاجة، عشتها في مصر وجوازها من أبوكي اتمسحوا من دماغها، لكن احنا ما سكتناش، خدناها ورحنا للدكاترة، قالوا مش هتفتكر إلا لو شافت بنتها. قلنا لها يا سماسم تعالي ننزلوا مصر عشان تشوفي بنتك، عصيت ومرضيتش، قلت بس آني نيجوا مصر ونجيبولك بنتك. وأنا جاهز أجي معاك. وأنا جاهز والعربية مستنية بره. ثانية واحدة. ما تقلقيش على العربية يا دكتور، الواد ربيع هيركب مستبن ويلحم الفرده النايمه ورجلنا وليها. انا مش قلقانه يا عمي، بالعكس دي فرصه عشان امشي في شوارع الحلميه زي زمان. الا بالحق يا ست الدكتوره، ليه ما تفتحيش عياده هنا في الحلميه عشان هناك حته شوائيه وفيها ايه بس يا شاهين؟ مش دي برضه الحته اللي اتربت فيها وسط ناسها ولهم حق عليها؟ ولا هتزعلي مني يا دكتوره؟ ابدا يا طم، حضرتك معاك حق، بابا فعلا كلمني في الموضوع ده قبل كده وانا قلت له اني مستعده، بس يشوف لي مكان للعياده. اتفضلي يا دكتور، دي هتطير من الفرح لما هتشوفي. الله، امال هي راحت فين؟ ده انا سايباها بتشتغل على السفر والكتاب والورق اهو. احتمال تكون نسيت النور منور ودخلت نامت. اما اروح اشوفها. طنط لو كانت نامت ما تصحيهاش. استريحي انت بقى يا دكتوره وانا هدخل اعمل لك كوبايه شاي، بس ايه؟ هدوقك احلى شاي شربتيه في حياتك. خبره معتقلات وتشريد وايام في لون الشاي الصعيدي، يعني ايام سودا. اتفضلي. غريبه دي، الظاهر خرجت. خرجت؟ دلوقتي؟ بقول يمكن سي الاستاذ عادل جه وخدها معاه، ولا يمكن الست ام ناجي. جايز. الله، امال ايه الورقه دي؟ ورقه سايبالكوا خبر. أبلة شوقية يا عم شاهين، أنا أسفة ما قدرتش أستنى رجوعكم، أنا رحت أجيب ماما. أمها؟ إمتى حصل الكلام ده؟ إمبارح رجعنا من عند الأستاذ زكريا ما لقيناهاش، ولقيناها سايبة الورقة دي، استنينا لحد الصبح مستنين رجوعها ما جاتش، فطلع في عبي قلت لازم أبلغ طاهر ونيجي نديك خبر. المشكلة إنها ما كتبتش أي تفاصيل في الورقة. واضح إنها كتبتها وهي مستعجلة، زي ما يكون الخبر جالها فجأة وراحت على طول. بالشكل ده المساله تبقى اتعقدت بالتاكيد. مهم ان احنا ساعه ما سيبناها كانت عاديه جدا وما كانش باين عليها اي حاجه. ما هو ده دليل يا جماعه ان الخبر جالها بشكل مفاجئ بعد خروجكم. يمكن تليفون، بس ما فيش تليفون في البيت. يمكن حد جالها. حد مين؟ ايه يا جماعه، هتفضلوا باصين لبعض كده وما بتعملوش حاجه؟ لو شايفين ان الموضوع فيه حاجه تخوف لازم تتصرفوا. انا بقول يا جماعه نستنى شويه، يمكن لما راحت لمامتها فرحت نسيت نفسها وباتت هناك. طب تصدق برضه ناجي ان امي موجوده؟ ما هي لو مش موجوده يبقى اي احتمال تاني رهيب. انا عن نفسي مش مطمن، لو هي صحيح اخوانا راحت عند امها وبايت عندها ما كانتش هتغلب تلاقي تليفون تكلمكوا فيه وتطمنكوا. الو الو،
طب حط السماعه وما تكلمش. طب لو رن تاني يا ماما خليني انا اللي ارد. حاضر. وانتوا يا جماعه كل واحد بقى يروح على شغله. روح انت يا طاهر المدرسه، وانت عم شاهين روح على شغل. انا عن نفسي اتاخرت على المصنع واليوم اتحسب غياب خلاص، وانا خلصت تصحيح امتحانات وما بروحش مدرسه دلوقتي. استنى يا ماما انا اللي هرد. الو، حضرتك الاستاذ ناجي السماحي؟ ايوه انا ناجي السماحي. مين؟ بنت عمك وحبيبه قلبك وصلت ومشرفانا، ما تخافش عليها، احنا هنشيلها على كفوف الراحه. الو الو الو، في حاجه يا نجم؟ لا لا مفيش حاجه، ده واحد سخيف بيعكس. ما قالش اي حاجه تانية؟ لا. طيب ما قالش انه هيتصل تاني؟ ابدا. غريبه جريمه الخطف دي، جريمه مش معتاده في مصر يا نجبي. في جرائم جديده كتير ظهرت في الفتره الاخيره للاسف. للاسف يا نجبي نبض العنف بدا يعلى ويقلق. عندك مثلا جريمه الاغتيال السياسي كانت اختفت تقريبا من مصر بعد اغتيال احمد ماهر والنقراشي وحسن البنا. فوجئنا من وقت قريب بحادثه خطف واغتيال الشيخ الذهبي. ادخل تاخد هنا كبير. اه مظبوط، اتفضل. عموما خلينا في موضوعنا احسن. المفروض ان جريمه الخطف بتبقى مقترنه دايما بجريمه ابتزاز وطلب فديه. ايوه بس هو ما طلبش مني حاجه. تاكد انه هيطلب. انا لا مليونير ولا معايا فلوس تخلي واحد يرتكب جريمه خطف علشان ياخدها. يعني يمكن مجرم هايف او يكون له غرض تاني غير الفلوس. غرض ايه؟ حلت ايه انا عشان اديهوله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش حضرتك اخو الست قمر بنت المرحوم زين ام اخويا؟ ايوه خير. ده انا دايخ عليك من صباحيه ربنا. طب اتفضل خد معانا الشاي يا اسطى. تشكر يا زول، اتفضل. ايوه جاي. انا زرت المحروس اختك، لما عرفت ظروفها اتحايلت عليه علشان تفضل عندي في البيت تأنسني وتأنس ولادي، ما رضيتش. امبارح بالليل خدت نور بنتي ورحت لها، قلت في عقلي يا بنت زيها والسن قريب منها يمكن تقدر عليها. طلبات السيادة شاي ولا قهوة يا اسطى؟ شوية شاي مازة بس يا ريت قوام. وعندك شاي مظبوط. وبعدين؟ عدم المؤاخذة واحنا لسه في السكة قدام الاسم بضرب بعيني لمحتها راكبة تاكسي اسكندرية. اسكندرية؟ حضرتك متأكد؟ أنا مش صغير صحيح، إنما نظري ست على ست. هي قمر بعينها. كان قاعد جنبيها راجل كبير في السن. ندهت عليها والعربية بتهدي في الملف. اندارت وبصت لي بس العربية ما وقفتش. المهم النهاردة الصبح رحت اطمن عليها ما لقيتش حد في البيت. قالوا لي ادور عليك او اسال الاستاذ ناجي. ضربت له تليفون ما كانش في البيت. قلت ادور عليك انت واسالك. هو انتوا ليكوا حد في اسكندرية؟ ابويا المعلم قباري عبد الرحيم. طب ابوك ماله ومال قمر؟ وياخدها معاه اسكندرية ليه؟ ابويا هو اللي كان بيتكلم في التليفون يا ناجي، ومش بعيد يكون هو اللي كلمك النهارده، بس انت اللي خبيت علينا. ايوه طب ابوك هيعوز مني ايه؟ ابويا ممكن يعوز اي حاجه. مش فاهم. اما اتاكد هبقى فاهمك. طب استنى، انت رايح فين؟ المعلومات دي لازم توصل للبوليس. ارجوك يا ناجي عشان خاطري سيبنا اتصرف انا وارجع عمر، او على الاقل اعرف ايه اللي ورا الحكايه، وان فشلت ابقى اعمل اللي انت عايز تعمله. المساله دي مش داخله دماغي ابدا، والمنطق فيها معكوس. ازاي يا ماما؟ اللي خدوا امر دول سواء جوز امها او حد تاني يكلمك انت ليه؟ تكلمني ليه؟ لان انا ابن عمها طبعا. ايوه هياخد منك ايه يعني؟ الكام الف اللي طلعوا لك من بيع القهوه؟ جايز، وخصوصا انه ممكن ياخد نصيبها هي كمان. ايوه يعني كلهم كام؟ اللي يعمل حاجه زي دي مفروض يكلم عادل البدري جوزها ابن المليونير. لكن عكس ده هو اللي حصل. ايوه عندك حق يا ماما، تاهت عليا زي ما فكرتش فيها. طب بقول لك ايه يا ماما؟ ليه ما اتصلوش بعادل؟ لغز. انا شخصيا مش قادر افهمه. هو فعلا لغز، ملوش غير تفسير واحد، ان انا المقصود بالحكايه دي كلها. بس هياخدوا مني ايه؟ استني استني، يكونش الراجل اللي اشترى القهوة هو وزعتر؟ طيب ودول هيعملوا كده ليه؟
لما عرف بالاتفاق اللي حصل بيني وبين عم علام السماحي خاف للصفقة تقف. ايوه بس التليفونات اللي كانت بتجيلك بدأت قبل ظهور عمك علام وكان لسه ما اتفقش معاك. امال ايه السبب بس؟ ما تحيرش نفسك يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، واكيد الناس دول هيتصلوا بيك تاني ويقولوا لك هم عايزين ايه. ايوه ماما بس انت فكرتيني بحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ عادل البدري جوزها المفروض يعرف اللي حصل. اتخطفت ازاي يا استاذ؟ هو احنا فين؟ ولما اتخطفت بجد سايبه لكم رساله ازاي؟ واضح ان هم استدرجوها. وبعدين لهجتك دي مرفوضه يا استاذ عادل. لهجتها انهينا يا سياده الوكيل. بدل ما تبقى مخضوض وملهوف وتنزل تدور واقف تستجوبني زي ما نكون مخبيينها وبنكذب عليك. انا ما قلتش مخبيينها، بس واضح ان الست هانم سابت البيت بمزاجها. جايز بس ما رجعتش برضه بمزاجها. امر ملهاش حد غيرنا وملهاش مكان تاني تروحه غير بيتها وبيت امها اذا كانت لسه عايشه زي ما بتقولوا. حتى لو افترضنا انها عايشه امر كانت لازم تتصل بينا وتقول لنا. كانت امها اتصلت لما اختفت من 10 سنين. انت بتقول ايه يا عادل؟ بقول اللي بيقول المثل الشعبي، اكفي القدرة على فمها تطلع البيت لامها. يا ظالم يا ابن سليم يا ظالم. ايه ده الظلم غالب في دمكم يا سلسال البدري؟ ده الحجر بيتفتت الحديد بيسيحوه انتوا زي ما انتوا. عمتي بلا عمتك بلا خالتك. عمال اقول لعيالها يطلعوا كويسين يعني شويه كده يبقى فيهم شويه حنيه. ايه ده ايه ده ايه ده يا ساتر يا رب. الشجره الجديده واخده من البذره القديمه يا ساتر. بس ارجوك يا عمتي اهدي. الحكايه ما فيهاش ظلم ولا حاجه. عادل بس متأثر من الخلاف اللي حصل بينه وبين قمر، لكن أنا متأكد إنه قلقان عليها أكتر مننا. قلقان على مراتك يا ولد؟ طبعًا يا عمتي، هي برضه لسه مراتي وبيني وبينها عشرة وعيش وملح، وأيام حلوة كتير. عمومًا يا عادل أنا جيت علشان أديلك خبر، لكن أنا عملت كل الإجراءات، وكل ما توصلني أخبار هبلغها لك. عن إذنك يا عمتي. مع السلامة يا حبيبي. عمتك فين يا عادل؟ اهلا بابا اتفضل. اهلا ازيك يا استاذ ناجي؟ اهلا يا باشا ازي حضرتك؟ ازيك يا يوم؟ عن اذنك انا كنت ماشي. الله ايه اذا حضرت شياطين ولا ايه؟ العفو يا باشا انا فعلا كنت ماشي. ولا يا ابني سلمنا على ست والدتك. يوصل يا باشا. ازيك يا رؤية؟ لسه كنا جايبين في سيرتك. يا ساتر يا رب وحشاني قوي. بطل بكش ده احنا شعرنا شاب. انا لسه كنت بقول لهم ده سليم ده عمتي. بابا جاي يسأل عليكي ويطمن عليكي كمان وعايز اخد رأيك في موضوع مهم جدا. ملكش دواء انت ملكش دواء يا سليم. يا حسي هتفضل انت زي ما انت مفيش فايدة فيك. انا بقى خصلة هي بصراحة وراثة. لا حول الله يا رب. يموت الزمار وصابعه بيلعب. قال على رأي المثل الشاب لما يعوز يتدلع يعمل ايه؟ يتجوز. ابوك اسماعيل باشا البدري اتجوز وهو عنده 75 سنه وخلفك يا رؤية. طب وانت هتعمل ايه في البرنسيسه مراتي؟ نورهان سابت لي البيت وخدت ابنها معاها. هو ايه اللي جرى يا اخواتي؟ سماسم تسيب البيت لزينهم وتطفش، والبرنسيسه تسيب البيت لسليم وتهج، حتى البت قمر سابت البيت للواد عادل وطفشت هي روخ. هي شوطه ولا ايه؟ قمر سابت البيت؟ جالنا الخبر من شويه. عشان كده ناجي السماح كان هنا اتزائر مع الواد عادل. الواد عادل قال له البت طالعه لامها. صراحه انا ما سكتلوش الظلم حرام. قلت له والله ما حد ظالم ومفتري الا انت طالع زي اللي خلفك. والله اللي خلفه هو اللي مظلوم. انت فكرك ان انا ظلمت نورهان ولا حتى زعلتها؟ ابدا. هي خدت الولد وخدت في وشها. قال ايه خايف على تربيته مني. قال انا قدوه سيئه بالنسبه له. يا اختي عليها. طب ما هي ناصحه اهي. طب والله عندها حق. انا رايي انا قدوه سيئه. يا راجل ما تتمسكليش كده. ايش حال لما كنت جاي تقولي انك عايز تتجوز؟ الحق عليا ان انا جاي اخد رايك. مش بعاده يعني يا سليم انك تاخد رايي في حاجه. من امتى انت اصلا حاسس بوجودي في الدنيا لما جاي تاخد رايي دلوقتي؟ انت فين وفين لما بتفكر تبص في وشي؟ ده اذا طقت اصلا تبص في وشي. اشمعنى يعني دلوقتي اللي جاي تاخد رايي؟ بصراحه الاولاد بيحبوك وبيسمعوا كلامك. انا خايف يفهموني غلط. من امتى يعني انت بتخاف من عيالك؟ ولا عيل من عيالك حتى بيستجري؟ سليم. ايه يا رؤية؟ حالا دلوقتي حالا تقول لي انت ناوي تتجوز مين؟ حاضر. مساء الخير عدول. اهلا علي. هكرس جزء من ثروتي لعمل الخير واحطه تحت ايدك. لا مش كفايه.
أنا هعمل مؤسسة خيرية لعمل الخير ورعاية الفقراء والمساكين والبر والإحسان وبناء المساجد. إيه رأيك يا رؤية؟ بالنسبة لها هي هتبطل رأس نهائي. مفيش رأس إلا في الحفلات الخيرية اللي تبقى تحت إشرافك أنت بالذات، لكن الصلاة هتقفلها، هتقفلها وتتوب على إيديكي. ده كله في مقابل حاجة واحدة بس يا رؤية، إنك تقف معايا وتقنع الولدين دول. ما تطيرش الزمالك، قالت إن شاء الله عيش في عيشة فوق السطوع في الحلمية. أنيسة هانم تنور البيت وتشرف. مؤقتا بس يا عادل، لحد ما وضب الأوضتين اللي فوق المكتب. يا ماما ما أنا قلت لك إن عادل مسافر أمريكا، وأفضل أنا وأنتي وعمتي رؤية وبس. هكلمها أصلاً! كلمها! إيه؟ إيه؟ دوري وسوسة! لا! بس عزيزي يا أنيس، كلموني في التليفون! مالك يا عمتي؟ اتخانقتوا ليه؟ العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، أبوك مصفى عقله، عايز يتجوز حمديه الرقاصة. أهلاً وسهلاً، شرفتي بيتي المتواضع يا مدام. من غير تريقة وتعطيم يا مصطفى. طيب مش تتفضلي الأول تستريحي؟ أنا مش جاي أقعد معاك ولا الجالس ولا تسامر. أمال جاي تعملي إيه؟ زهقت، جاي أحل المشاكل اللي بينا دي على أي وضع. ليه؟ فرغت حيلك خلاص؟ مش لاقيه عزقله تاني تسلطيه عليا يحبسني؟ انت عارف كويس قوي ان انا لو فضيت لك هخلي عشتك مرار في مرار، بس انا مش فاضيالك، ورايا اللي اهم منك بكتير. وايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ الورقه. خلصني يا مصطفى. وانا ما عنديش مانع، انت عارفه شروطي، رجعي لي حاجتي. هرجع حالك. الفيلا والمصنع في كوم والمعرض في كوم. اختار اللي يناسبك فيهم. الفيلا والمصنع. ماشي، بكره الساعه 9 الصبح استناني عند الشهر العقاري، هجيب معايا المحامي، ابيع لك الفيلا والمصنع، يكون معاك المأذون يخلصني. قلت ايه؟ مستحيل نسيبه يعمل عامه زي دي. احنا نوقف ونمنع الجوازه دي تتم باي شكل، حتى لو اضطرنا نحجر عليه. الباشا عادل لسه بيتمتع بكامل قواه العقليه. يا سلام يا اخي، يعني ايه يعني؟ يعني الباشا بيلعب لعبه جديده من الالعاب اللي بيموت فيها، وانا رايي نسيبه يلعبها. دي مش لعبه يا علي، دي كارثه. يا اخي لا كارثه ولا حاجه، تعال تعال اقعد اقعد واهدى. يعني هنسيب حمديه دي تسيطر عليه وهو في السن ده؟ الباشا ما فيش واحده تقدر تسيطر عليه. دي عالمه يا استاذ، بتاع الكباريهات وصالات، دايره وفاهمه وعارفه السوق كويس قوي، وتقدر تبرم 10 رجاله زي ابويا ده على صباعه برضه ما يشقدوا. تصلك ما فهمتش الباشا زي ما انا فهمته. الباشا ده في اللحظه اللي يبان فيها ساذج ومغلوب على امره ورايح للفخ برجليه، في اللحظه دي بالذات بيبقى اخطر مما تتصور، لانه بيبقى متداري ورا ماسك وحاطط جوانتي حرير في ايديه، لا تقدر تشوف عينه ولا تلمس صوابه. انا رايي نسيبه يلعب ونقف نتفرج من بعيد، بس واحنا منتبهين على الاخر، وفي اللحظه اللي نحس فيها باي اشاره خطر هوب نحكم ونتدخل. خلاص يا باش بشتي، خلاص اتفقنا، بكره الصبح هيطلقني. الحمد لله يا حبيبتي، ده انا هعد الثلاث شهور دول بالثانيه، هيبقوا اطول ثلاث شهور في حياتي. يا حياتي. طبعا هشوف اول ما تخلص الموضوع بكره، كلميني في التليفون على طول. لا الليله دي ما ينفعش، لا عندي مشوار مهم ما اقدرش اكنسله. طيب طيب طيب، باي باي. منصور امرك يا باشا. خلي السواق يحضر العربيه، هنزل بيها اسكندريه دلوقتي. يا سلام على اسكندريه، كان نفسي اعيش فيها طول عمري، اقعد جنب بحرها الابيض المتوسط العجوز الجميل اللي عمره ما شاب. كلنا بنكبر وهو بيظهر، بنكبر يا نور، نكبر وما نتعلمش، ناخد الدرس وما نستوعبش،
تالت مرة تغلطي نفس الغلطة. سليم ولا كلمة. أول مرة خطفت سولي وهربت على باريس، تاني مرة من باريس لمصر، تالت مرة من مصر على اسكندرية. مش أنا اللي خطفت سولي من باريس لمصر. أجبرتيني إن أنا أجيبه من باريس لمصر. نفس النتيجة هي هي. لكن معلش، في كلمة درجة عندنا بيقولوا عليها التالتة تبدأ، ودي التالتة. بتهددني؟ إطلاقاً. أنت عارفة مشكلتي معاك يا نور إن حبيتك. وأنت مشكلتك إنك فهمت الحب ده غلط، زي كل بنات حوالنا. فاهمين إن الحب وسيلة لاستعباد الرجل. لازك قبل منك حاولت المحاولة دي. لكن حسبتها غلط، زي ما أنت حسبتيها بالظبط. ما فكرتوش إن في لحظة ممكن أرمي قلبي وأدوس عليه وأفحصه. الحب بالنسبة لي قرار باخده. والنسيان برضه قرار. ما تستغربيش يا نورهان، انا اول ما شفتك قررت ان انا احبك وحبيتك. النهارده جاي اخد قرار تاني، بس هاخده بقى المره دي بطريقه مبتكره. هي مش مبتكره قوي يعني، هي بيسموها في السياسه ديمقراطيه القرار. يعني مش هاخد القرار لوحدي، هناخده شركه. قرار ايه يا سليم؟ قرار النسيان يا حبيبتي. صدقيني يا نورهان، أنا لغاية اللحظة دي بقول لك حبيبتي بمنتهى الصدق. واستمرار الكلمة دي على لساني أو نسيانها إلى الأبد رهن بالقرار اللي إحنا هناخده دلوقتي. سليم أنا لسه مراتك وما طلبتش. وممكن تفضلي مراتي طول العمر، ده ملوش دعوة. القرار ده ما بيحددش مصير الجواز. ده بيحدد مصير الحب. يعني؟ يعني تقومي دلوقتي تجيبي سولي ابننا وننزل مصر فورا. وإذا رفضت؟ ولا حاجة، هنزل أنا لوحدي. بس أنت عارفة ده معناه إيه؟ إنك من لحظتها بالنسبة لي هتبقي نورهان هانم أم سوري وبس، زي ما فضلت نازك هانم أم عادل. طبعاً أنا مش ممكن هطلقك إلا إذا كانت دي رغبتك، لكن صفتك كزوجة أو مطلقة ملهاش دعوة بالمشكلة. نوع رخيص من ابتزاز المشاعر. صدقيني يا نورهان، أنا عمري ما كنت صادق معاك أكتر من لحظاتي. أنا ما بتهددش يا سليم. قرارك النهائي إيه؟ هتنزلي معايا مصر؟ لا. أوكي. خلاص. يلا اتفضل. تعالى يا سلام. في نقطتين لازم نناقشهم نتيجة قرارك ده. أول نقطة خبر أحب إنك تسمعيه مني دلوقتي، عشان ده هيحدد علاقتنا الرسمية إذا كانت هتستمر ولا هتتوقف عند هذا الحد. إيه هو الخبر؟ بعد 3 أشهر بالظبط هتجوز. يا سلام، وإيه اللي هيخليك تستنى 3 أشهر؟ مضطرين، عشان حمدية هانم هتطلق بكرة ولازم نستنى لغاية ما ترفع عدتها. حمدية؟ الرقاصة؟ بالظبط. وطبعا صفاتها كراقصه ممكن يخلي الدم الازرق يغلي في عروق سمومك وترفض انها تبقى ضرتك وتطلب الطلاق. تاني نقطه مهمه هي الترتيبات اللي هنعملها بخصوص ابننا سولي. انا طبعا مش هحرمك منه رغم ان سنه دلوقتي يحق لي ان انا اخده قانونا، لكن لازم يبقى في ترتيبات اشوفه باستمرار ويبقى ليا راي في تربيته ومستقبله. ماما، بابا كان هنا؟ أيوة حبيبي، كان مستني يشوفك بس أنت تأخرت وكان لازم يرجع مصر تاني. اتعرفت إزاي إنه كان هنا؟ ريحة السيجار بتاعه والفلوس الكتير اللي سبعة الترابيزة. هو قال لي بوسيلي سولي وعايزك تطلب. مش هطلبه، مش هكلمه خالص. لو زعلك وخلاك تعيطي تاني مش هسامحه أبدا ومش هشوفه طول عمري. طب ما دام رجعت بدري من اسكندريه ما تيجي. مستعديه ما انزلش الصاله الليله. اعمل ايه؟ اصلك بتوحشني يا بشبشت. بكره هستناك بكره، وانت من اهل الخير يعني. باي باي. ايه يا تونه يا حبيبتي؟ ايه اللي رجعك بدري من العياده؟ سيبك من العياده، صحيح الحكاية دي؟ بجد يعني؟
حكاية ايه يا حبيبتي؟ انت اتفقتي مع سليمه بدري على الجواز فعلا؟ امال يا حبيبتي، بكره هخلص من مصطفى وبعد 3 اشهر هنكتب الكتاب ونعلي الجواب وتبقى ماما حرم سليم باشا البدري على سن ورمح. لو كنت مصدقه ان سليم البدري هيجوزك بصحيح تبقي بتضحكي على نفسك. ليه يا يعني امي؟ ما شبهش ولا ما شبهش؟ ايوه ما تشبهيش. انت لا نازك هانم الصالح دار ولا البرنسيسه نورهان، وده الصنف بقى اللي بيتجوز منه الباشا البدري واللي زيه. صنف مضروب عينيا وراحت عليه. الباشا البدري واقع لشوشته. وانت اظن هتقولي بتحبيه. ما احبوش ليه عينيا؟ قولي انك بتحبي فيه عقده النقص اللي عايزه تعوضيها، وتنسي لوسط حمديه وفرقه عوالم اسكندريه وايام الافراح ورساله عساكر الانجليز. بت بتعيريني يا بت؟ بتعيريني يا بنت زكريا؟ ده مش كلامك، لا ده كلام المزغود ابوكي. طبعا ما هو الود اتصل تاني ورجلك رجعت تجري على الحلميه واصنافها. لكن لا، بقولك ايه، انا ما احبش الغش، ما احبش الوشين، العشره اللي فيها خيانه لا ما تلزمنيش يا حبيبتي. تقعدي معايا وقلبك مع غيري؟ لا يا عينيا يفتح الله. كنت حاسه انك هتقوليها. يلا كملي، عايزاني امشي امتى؟ تمشي؟ انا عايزاكي تمشي. اخس عليكي وانا عليكي طلعيها على لسانك. وفيها ايه؟ ما انا كده ولا كده لازم امشي. المفروض اني كبرت وهيجي يوم واتجوز ويبقى لي بيتي وحياتي المستقله. افرح لك واخرجك من هنا عروسه فل البيت عريسك، واعمل لك زفه ما حصلتش في مصر كلها. لكن تسيب البيت ده قبل منها بساعه واحده؟ لا مستحيل. انا كله خايفه عليك يا ماما، خايفه المره دي يكون عليك الدور تدفعي اللي دفعتي لغيرك قبل كده. مساء الخير يا مصطفى. اهلا 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 استاذ ناجي، اتفضل. تحب نقعد هنا ولا في الصالون؟ لا هنا كويس، اتفضل. اولا تحب تشرب ايه؟ انا صحيح قاعد لوحدي لكن بعمل قهوه معتبره، عندي بن محوج. انما ايه؟ لا لا ارجوك ما تتعبش نفسك، انا لسه جاي من المكتب وشارب قهوه وشاي كفايه. ارجو اني ما كنتش عطلتك عن شغلك. لا اطلاقا، بس الحقيقه انا مندهش من التليفون المفاجئ ده واصرارك ان احنا نشوف بعض الليله، اكيد في حاجه مهمه. فعلا، اولا انا وصلت لاتفاق وتسويه مع حمديه، وبكره الصبح ان شاء الله هنخلص كل الاجراءات، وانا بعتبر ان ده نهايه فتره سلبيه في حياتي، وناوي ابدا بعدها مرحله جديده خالص اصحح فيها كل الاخطاء وارد اعتباري قصاد نفسي على الاقل. شيء جميل يا مصطفى بيه، بس في الحقيقه انا مش فاهم ايه علاقتي بده. علاقه اساسيه ومباشره بيك وبنجاة هاني. ما افتكرش ان في اي صله ممكن تربط ما بين والدتي وما بين مشاريع مستقبلك يا مصطفى بيه. ما تفهمنيش غلط يا ابني، انا ما قصدتش المعنى اللي جه على بالك ولا اجرؤ على مجرد التفكير فيه. انا اسأت للهانم والدتك اساءة كبيرة قوي، لو هي قدرت تغفرها لي انا ما اقدرش اغفرها لنفسي. عذري الوحيد انها كانت فترة شؤم علينا كلنا، فترة زغللت عينينا وافقدتنا التوازن وخلخلت كل شيء حوالينا، اختلط فيها الصح بالغلط والصدق بالكذب، وفقدنا التمييز بين الاصيل والرخيص. ومش جيلي لوحده، لا جيلكم انتوا كمان والجيل اللي بعدكم. الرؤية غمت على الكل، محدش بقى قادر يعرف الاتجاه الصحيح فين بالظبط. انا مش بدور على عذر ابرر بيه خطئي، انا معترف بجريمتي، جريمة ادركت بشاعتها من يوم ما لقيت نفسي داير في ديل واحدة زي حمدية. فيش فرق بيني وبين ميمي والشملي
وبقيه الرجاله والبلطجيه اللي ماشيين حواليها. بصيت لنفسي في المرايه وقرفت من نفسي. مش انا، مش مصطفى رفعت، ده مسخ مشوه. مليانشو في سيرك، عرجوز في مولد، مجرد تابع وضيع بلغ بيه الامر انه يساوم ست عظيمه زي نجاة هانم على طلاقها، يقول لها حريتك قصاد الفيلا. ارجوك ملوش لزوم الكلام ده يا مصطفى بيه. انت قلت بنفسك انها فتره سلبيه في الماضي وانتهت صفحتها خلاص. لا لا يا ناجي، لسه ما انطوتش، لازم تتمزع وارجوك تساعدني. ايوه بس انا مش عارف اساعدك ازاي. تقنع نجاة هانم انها تاخد حقها مني. فيلا مصر الجديده مالها؟ مصر يرجعها لك وبيرجوك انك ما ترفضيش. بس انا خلاص نسيتها، اعتبرتها تمن دفعت وانتهيت. الراجل ضميره صحي بقى وحس ان هو استولى على حاجه مش من حقه، وده صحيح. طيب انت رايك ايه؟ والله انا رايي ان الحق حق. خلاص قول له اني موافق. طيب حس كده بقى، انا هطلبه لك وحضرتك تبلغيه بنفسك. لسه مشغول. انا عاوزك تجيب لي الدكتورة عمر هنا. تصميمك انك ترجع لي الفيلا دليل ان انت رجعت لنفسك، مصطفى رفعت بتاع زمان. وصدقني انا بتمنى دايما اشوفك كده. متشكرة يا مصطفى، مع السلامة. لسه في امل يا ناجي. في ايه يا ماما؟ في المعدن الاصيل اللي لازم يفرض نفسه في النهاية. أنا كنت دايما بسأل نفسي إزاي ده حصل؟ إزاي بقينا كده؟ معقولة ننسى اللي جرالنا بالسهولة دي؟ لكن اللي حصل لمصطفى دلوقتي دليل على إن الصورة ما كانتش بالسواد ده كله. أنا دايما كنت مؤمن بكده يا ماما. الو، هم تحب تسمع صوتها يا ناجي بيه؟ حاضر. الو الحقني يا ناجي، انا مش عارفه الناس دول عاوزين مني ايه. احنا مش عاوزين منك انت يا اموره. اسمعني بقى كده يا باشا وطرطق ودانك معايا. سامعك اتكلم. مين دول؟ مين؟ عبد العزيز حلاوه؟ مال؟ انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ انا اسمع. الو تتصور يا ماما؟ عايزين اسلمهم ملف في تحريات ومستندات اكبر قضيه فساد بنحقق فيها في جهاز المنتهى الاشتراكي؟ جننوا دول ولا ايه؟ اوعى اوعى التوحم يا ناجي. ما هو كده هيقتلوا قمر.